النيورون بلس ريبير او ريبليسمنت لو كان دبل طبعا لا غنى عن كلمه اسمها ايه. يعني هو طبعا هو الحل الاخير ان احنا نعمل بالبر ريبليسمنت دي كل حاجه. ده السكيم اللي هنمشي عليه. اهم مرض في الليله دي كلها اسمه هايبر ريسبونس وده اللي بيتاخد منه كل حاجه. يلا عايز سريعا بقى ما ازول مايتر ريسبونس روماتيك وده عايز اقول لك هو نصيب الاسد. وانس ان جالي مايترال سنوز ده السبب بتاعي لان الروماتيك تحب الليفت سايد وتعشق المايترالي وتعمل فايبروز يعني كل حاجه ماشيه مع المايترال سنوز ولا ايه. ينفع يبقى كونجنتال رير بس اوكي في فانكشنال مايترال سنوز او في فانكشنال. حد فاكر حاجه اسمها كاري كومبز ميمبر؟ ايه اللي حصل في الكاري كومبز ميمبر؟ حصل اديما فين؟ اديما في الكارب دي عملت ايه في الفتحه بتاعته؟ هذا ايه؟ فده اسمه ايه؟ اسمه كاري كومبز ميمبر. في واحد تاني في اوستن فلنت ميمبر. اوستن فلنت ميمبر بص يا كابتن واحد عنده سيفير اورتيك ريجر اثناء السيستوليك الدم عدى دكتور خليك معايا اثناء الدايستوليك في الاورطه ما قفلش راح دم كتير نازل كده اثناء الايه الدايستول قاعد هنا. هذا الدم الكتير عمل ايه في الكالب ده؟ راح بدل ما الكالب ده كان نازل كده خلى الكالب عامل كده. يعني بدل ما الكالب بص يا دكتور بدل ما يبقى مفتوح كده على مصراعيه اصبح الكلب عامل كده ليه؟ عشان في دم بيرفعه فاصبحت الفتحه كانها ايه؟ بس هل الرنج ضيقها يا حسنين؟ الرنج مش ضيقها هو الكلب هو ايه؟ طول مرفوع شويه عامل كده مرفوع شويه مش عارف يفتح على الاخر. في هذه الحاله يحصل معانا ريلاتيف او فانكشنال مايترال ستينوزس ان كيسز اوف سيفير اورتيك ريجر وده اسمه اوستن فلنت ميمبر. او الاحتمال الثالث في الفانكشنال هو اوفر فلو واكثر نموذج يقول لك كده مايترال ريجر. يلا ركز كده في الهيمو داينامكس. لو عندي مايترال ريجرج اثناء السيستوليه في المايترالي ما فيش راح الدم ايه؟ لما الدم جه هنا يا ولاد لما الدم طلع هنا عندي دم هنا وجاله دم من اللنج اصبح الدم اللي هنا ايه؟ طب اثناء الدايستول لما فتح المايترالي وجه الدم عشان ينزل هو نفس الفتحه هي بس كمان الدم هي. ودايما في العمل اللي بقول لكم ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نخرج من الباب ده بس احنا عددنا كبير قوي لما نيجي نخرج كان الباب ايه؟ هل الباب هو اللي ضيق ولا احنا اللي كتير؟ يبقى هل الفتحه هي اللي ضيقه ولا الدم هو اللي كتير؟ يبقى دي كلمه اوفر فلو. يبقى الفانكشنال ميمبر هنا ثلاثه كاري كومبز انتوا عارفين. وظهرنا حاجه اسمها اوستن بلانت موجود ام سي كيو على فكره اللي هو ايه؟ فانكشنال مايترال ستنوزس مع الاورتيك ريجرج عشان الكلب طالع لفوق. ها نمره ثلاثه ها اللي هو الاوفر فلو زي المايترال ريجرج اي حاجه تخلي الدم لا يعدي كتير ها يبدا ايه؟ يبدا يعمل لنا فانكشنال ميمبر ها وما عنديش اشياء اخرى. يبقى الاسباب بتاعتي روماتيك فيفر ريرلي كونجنتال ها كاري كومبز واوستن فلنت و اوفر فلو ميمبر. طيب هيمو داينامكس مهمه. هيمو داينامكس مهمه. عندي هنا مايترال ستنوزس فتحه ضيقه يجي الدم عشان ينزل مش قادر ينزل كله لان شويه صغيرين لكن معظم الدم قاعد في الليفت اتريوم. طب ما الليفت اتريوم بياخد من اللنج اصبحت اللنج بتاعتي عشان كده اول شكوى دايما نشتكي منها كلمه اسمها بالمونري كونجيشن. حلو الكلام؟ بس في نقطه يا ولاد هو الدم اللي نزل اصلا هنا اكبر من خلاص زمان الدم اللي هنا قليل يبقى الدم اللي يمشي في الاورطه فانا احط هنا خط صغير ومعانا شويه لو كارديك اوت تمام؟ طيب لما حصل بالمونري كونجيشن خدنا في الجزء الاول من المحاضره البالمونري كونجيشن يؤدي الى ريفلكس بازو هذا الفازو كونستريكشن يعمل ايه في البريشر؟ يرفعه فيؤدي الى بالمونري هايبرتنشن. حلو كده البالمونري هايبرتنشن عامل باك بريشر على الرايت تمام باك بريشر على الرايت يؤدي الى سيستميك فينس كونجيشن. حلو كده؟ طيب دي اسمها هيمو داينامكس يبقى ستاجنيشن اوف بلاد في الليفت اتريوم عمل بالمونري كونجيشن والدم اللي نزل الليفت فنتركل قليل عمل لو كارديك اوت البالمونري كونجيشن تعمل ريفلكس بازو هذا الفازو كونستريكشن مع الوقت يعمل بالمونري هايبرتنشن وعامل باك بريشر على الرايت فانت. حد مش عارف الكلام ده؟ على فكره هو الامور دلوقتي المفروض تبقى اسهل ما يكون. انت واخد بالمونري هايبرتنشن انت واخد عمل المفروض الدنيا سهله المفروض. خلاص؟ يا ريت لما الدنيا سهله اقول ان شاء الله الدنيا سهلها يعني. لو في مشكله اسالوني بس الدنيا سهله انا شايفها سهله. انا ايه؟ سهله. الله يسرع علينا ليه؟ والله بعذبكم احنا انتوا شكلك قاعد مستمتع اهو واخد ثلاث كراسي لوحدك. بص يا كابتن المايترال فالف اريا الطبيعيه من 4 ل 6 سكوير سنتيمتر. المايترال فالف اريا الطبيعيه من 4 ل 6 سكوير سنتيمتر بس واحنا قاعدين كده في الظروف العاديه بنشغل 2 ونص. اما انت مش محتاج اصلا تقوم تمشي شويه 2 ونص تتحرك 3 تجري 4 تلعب كوره توصل لل 6 فاهمني ولا لا؟
طيب لما يكون في واحد عندنا عنده ميترال سينوزال فالف اريا بتاعته 3 يعني الايكو مطلعها 3 المريض ده هسمع عليه ممبر ولاقي السوان عالي ولاقي الفاينل لكن هو شغله ايه ولاد عربيه واسانسير واقف على مكتب ما هو بيعملش مجهود فهو ده مشغل اثنين هل الاستينوز عنده هيبان هو هيبان في الفحص يبان في الايكو يبان في الـ في الاكزاميشن لكن ما يظهرش كلينيكالي فده قطاع من الناس يسموه ايه اسيمتوماتيك يبقى قبل ما يحصل بالمونري كونجيشن كان في مرحله اسمها ما تفسيرك لهذه الاسيمتوماتيك تقول لي الفالف اريا قليل بس اصلا مكفيه مجهود وزياده فاهمني ولا لا هو لما يعمل مجهود بقى كتير او الفالف اريا تزيد اكتر يبدا يدخل في مراحل عشان كده المايترال ستينوزس دي فور كلينيكال ستيجز ستيج 1 اسيمتوماتيك ستيج 2 بالمونري كونجيشن ستيج 3 بالمونري هايبرتنشن ستيج 4 رايت فنتريكولار فير بيمشي بالترتيب ده اسيمتوماتيك طب يلا كلينيكال بيكتشر اسيمتوماتيك هقول بالمونري كونجيشن ومش هسكت هقول بالمونري كونجيشن وهرمي هقول ان في ديسنيا طب مونسترز ريكاند شيت انفكشن او ديسنيا اكزيرشنال او ارثوبنيا او بي ان دي والاكزيرشنال ديسنيا اللي هي 4 جريد فاهمني ولا ارثوبنيا بيرفع المخدرات هو ده طب هل في ساين ريليتد للبرمونري كونجيشن او نمبر؟ اه ده كده خليكم معايا في ساين اسمع عليه البي بي سي بايلاترال بيزل طيب خلصنا منها كسيمتوم وسايكل يلا اخلص لي من كلمه برمونري هايبرتنشن خدنا في اول المحاضره اللي عنده برمونري هايبرتنشن الدم اللي عايز يطلع للنج مش عارف فالدم اللي هينزل ليف سايد مش قادر فالدم اللي يمشي في الاورطه مش قادر يبقى عنده لو تقول لي لو سمحت يا دكتور لو سمحت هو اللي عنده برمونري هايبرتنشن ده مش الكونجيشن ده؟ اقول لك اه الكونجيشن ايوه يا دكتور فالعنده بدا يتحرك بدات اللو كاردياك او البوت تبان انا هسال سؤال الاول مش من اول يوم مايكروستيرويدز من اول يوم الدم اللي نازل ليف بنتري قليل ما تقولوا لي اه بس هو ما اشتكيش من لو كاردياك او البوت عنده ديسنيا يعني ايه عنده ديسنيا ولا امبارح حكيت عليكم امبارح لما يكون عنده ديسنيا مع اي حركتين اول حركه يروح قاعد عنده ديسنيا فما يتفضحش الكاردياك او البوت بتاعه لما يبدا البلمونري كونجيشن يتحسن يبدا يظهر اللو كاردياك او البوت حتى لو قلت لكم ايه في العمليه واحد يقول لك يا دكتور بقى لي 7 سنين عندي كاش نفس ومش قادر ومش عارف اطلع سلم ولا بتاع اخر شهرين يا دكتور كاش النفس اللي عندي راحت انا يا دكتور بقى اطلع السلم انت يا دكتور تزعل ولا تفرح لانه عدى من مرحله اسمها بالمونري كونجيشن لمرحله اسمها العين يروح يلعب كوره ويقدم في نادي الزمالك فاكرين نادي المكسحين واول تمرينه ليه يروح داخل في سيفير لو كاردياك او بوت سينكوبال اتاك كلب وغار مات مش كده ولا ايه؟ لا مش دي كان اسمها دي كان اسمها ايه؟ لا كان اسمها سيمتومز اوف بالمونري هايبرتنشن لو كاردياك او بوت طيب يا دكتور يبقى البالمونري هايبرتنشن جاي بلو كاردياك او بوت حيث الهيدك والديزنس والبليرنج اوفيجن والسينكوبال اتاك والانجينال بين والليجوريا والانترميدنت ميديكيشن والبريفرال كولدنس وبالور ولما اجي اشوف له البلس ولما يقيس له البلد بريشر الاقي لوس ستوريك بلد بريشر وسلم عليه الاقي اضرافه بردانه مش كده؟ دخلنا في سيستميك فينس كونجيشن ها رايت سايد هارت فيجر هيحصل له هيحصل له ايوه لور ليمب اديما واسايتس ورايت هايبوكوندريال بين وجونتس وسليبس لما اجي افحصه الاقي لور ليمب اديما واسايتس وانلاج التندر ليفر وجونتس وكونجستد اهم كلمه انتوا قلتوها والله يا ولاد كل كلمه من دول هترغي فيها شويه احنا ضربنا حاجتين قلنا السيمتومز والجنرال صح ايه يلا لوكال اكزامينشن هنقسمه هناخد المرحلتين دول مع بعض الاول وبعد كده نزود دي ثم نزود انا بتكلم عن المرحله الاولى وليه والثانيه يلا رد عليا كده هاي انسبكشن والبيشن واتش تشامبر از انلارجد يتحرق الليفت انا بهتم بمين هو اول حاجه كبرت الليفت بيتحرق يتحرق ولا لا يتحرق ليه انا مش دعوه بيه دلوقتي انا بتكلم عليه لا انا يهمني الفنتر هل في فنتر في الكبر هنا مين يا ياسمين اللي كبر انا بتكلم في المرحله الاولى والثانيه يا انسه هو في ايه لا حاجه انا بتكلم في مين المرحلة الأولى والثانية لسه مفيش حاجة لسه مفيش فنتريك الكبر هو الليفت اتريوم بس يتحرق ما بهتمش بيه أصلا الليفت اتريوم اللي بتبص له ده أنا أهم حاجة عندي الفنتريك دكاترة الكاركتر أوف ريبكس هنفتكر حاجة عشان ما يطلع ليا ما تقولوا أه فالدم اللي نزل قليل فالفنتريك عمل كونتراكشن فجت القلب من تحت لفوق وترفع عمل سلابينج فلما أحس الإيبكس اسمها إيه؟ سلابينج وفي نفس الوقت هو ده البالبابول أسود تقول عليها سلابينج إيبكس أو بالبابول أسود في ستريل هنربطه بالمرمى نشوف المرمى وسكرتات ريفاين تحط المنظر ده المنظر ده بتاع الكارديك سايكل مش عايزين نغطي هنا اس 1 هنا اس 2 هنا اس 1 هنا سيستول يعني دايستول السؤال الاول هارت ساوند على اس 1 واس 2 ها اس 1 ليه
طيب لما تعرض ممكن ما يكرر دايما شويه دم نازل شويه صغيرين وكل الفاز من تحت لفوق وتراخ مش كده وبس والفنترك الفاضي مش كده وبس والمول بتاعه ريجيد الشقه جبنا الباب ورزعناه من بعيد والشقه فاضيه او بعدين بيقفل على حديده ولا على خشبه جامده فصوتها يبقى عشان كده يكون معايا اكسنتويتد اس 1 ودي فيها وقفه امتى يبقى في مايكرال ستينوزس وي اس 1 فحسين لو كان دبل مايكرال والبرودومينانت ريجيشن او لو كان كالسيفيك يعني ايه كالسيفيك يعني لو الكاظم ده بقى متجبس كده متجبس مش عارف ايه ده متجبس كده سواء ماشي يا ولاد طيب هل في اديشنال ساوند ريليتد للمايكرال ستينوزس اه في صوت هنا اسمه اوبننج ستنت ايه بقى الاوبننج ستنت ده كده مقطع في الصمام ودي الانتيرو دي بوستيريو حصل انا عندي فايبروزيا فجيت كاظم عشان يفتح هو بيفتح لغة من فايبر فيشن اول ما يغلط هيعمل ايه؟ صوت تكه التكه دي اسمها اوبننج ستنت وعلى باب الشقه انا حاطط صدادة الباب بيتفتح بيضبط فيها اول ما يغلط هيعمل صوت يبقى دي اسمها اوبننج ستنت فتحه الباب وده بيحصل مع المايكرال ستنوزس نتيجة ان هذا الكاظم بيتحرك فخبط في مين؟ طيب من فهمي الكاردياك سايكل مش موجود ان الصمام المايكرالي ده بيتفتح في الدايستول يحصل ايزومتر ريلاكسيشن فيتفتح عشان الدم ينزل 70% ثم 30% مش كده ولا ايه؟ فهو بيتفتح يعمل الصوت فهو بالتالي اول صوت ممكن يتسمع بعد اس 2 اسمه اوبننج ستنت وده في سؤال اكيد يا اولاد حتى في الكلينيكا ما السيجنفكنسز اوف بريزنس اوف اوبننج ستنت ثلاث حاجات واحد والله العظيم هو دايجنوستيك فور مايكرال ستنت يعني لو لوجد لوحده شخص ايه؟ لو لوحده معناه ان الكاظم بيتحرك ولا لا؟ بيتحرك يعني اوف كالسيفيك يعني كان عايز اقول لك حاجه لو حصل كالسيفيكيشن يبقى الكاظم متجبس مكانه مش بيتحرك نمره ثلاثة كان ديتكت سيفيريتي تقول لي ازاي؟ مش على ما وصلت انا هنا للفايبروز خدت وقت شويه ايه رايكم؟ ايه رايك كده يا ايات لو الفايبروزس بقى لغايه هنا؟ فانا هسمع الصوت ايه بدري شويه؟ ايه رايكم لو بقى لغايه هنا؟ اسمعوا بدري قوي يعني كلما قرب الاوبن ديسنال من الاس 2 كلما كانت الحاله يبقى ما السيجنفكنس اوف بريدنس اوف اوبننج ستاب طيب موست اوف مايكرال ستينوزس مينز نوت كالسيفيك ستينوزس كان ديتكت سيفيريتي اوف مايكرال ستينوزس ماشي يا ولاد الدنيا حلوه هل في ميرفر اه تيربرانس اوف بلاد فلو نتيجه ان الدم نزل من حته ضيقه بيه طب هو الدم بينزل امتى وازاي؟ بينزل في الدايستول ازاي؟ 70% بس دي ثم 30% فانا اسمع الميرفر هنا عامل كده ليه اسمع على فكره يعني المرمر هنا بص يا دكتور ميد دايستوليك والبريستوليك اكسنتويشن هو ميد دايستوليك الدم وانا اصلا مش عارف ينزل بس هو نازل من حته ضيقه فبيعمل صوت رامبلنج كده يبقى صوت رامبلنج حاجه بتور كده رامبلنج كده وبعدين يجي في الاخر بيزيد ايه اللي بيزوده في الاخر؟ ان حصل انتر كونتراكشن فزود الدم يبقى من المسؤول عن هذا البريستوليك اكسنتويشن؟ من المسؤول عن البريستوليك اكسنتويشن هو الاتير كونتراكشن الكلام واضح عشان كده عايزين نقول حاجه لو واحد عنده مايكرال ستنوزس وحصل له ايه فحصل له تغيرين التغير الاول هيفقد البريستوليك لو بيطلع ستوري بس الحاجه الثانيه البنتك بيعمل كده يعني مش بيملى يعني ماشي على فترات مش متساوي يبقى عندي فاريبل اس 1 لان اصلا البنتريكل فواحد يقول لي ده الاتير ماله مال البنتريكل صح؟ يلا قولوها قولوها المرض في الاتريا ماله مال الفنتريك مش عايز تقول كده ابراهيم؟ انا رجعت اول سنه ابراهيم ما هو بالاتريا الريجولر الايفن اوف بتقلل العدد بس ستيل الريجولر يعني حتى الفنتريك ايه؟ يقول احنا حشرانين يا اولاد الاف ده مع البلس ما احنا ليه قايلينه مع البلس؟ لانه عامل الريجولر بلس تقول لي ما المشكله في الاتريا ماله مال البلس؟ يقول لك ما هو الاتريا الريجولر وسريع ولاد بنسمع كلام السريع الايفن اوف بتقلل العدد لكن ما تاثرش على مين؟ نهار اسود انا اسمه الريجولار الريجولاريتي يبقى عندي فاريبل بالز فوليوم يبقى عندي فاريبل اس 1 هناخدها بكره المهم ها الممبر ده ان شاء الله ان شاء الله ها الممبر ده بيبقى رامبلنج ها حاجه بتور بتسمع فين؟ في بيته بقى في الايبكس اي بقى ستوريك ممبر لوكالايز ها على الايبكس بحب ازوده المايكرو بحاجتين ليفت لاترال بوزيشن واحد اكسرسايز حلو الكلام؟ شوف بقى عشان نخطط في لحظه واحده الله يبارك لكم ربنا يسعدكم ويفرحوني انا دخلت في المرحله الثالثه نفس اللي لقيته على البتاع هو هو حلو كده بس هزود عليه حاجه اسمها بالمونري هايبرتنشن ابص واحس البالمونري ابص عليها واحس بالمونري بس ما اقدر استورك شوط لو عملت بركاشن هلاقي ضغط ده مش مهم
هسمع عليها accentuated اس 2 كله ولا حته من دي؟ حته بي 2 واسمع 2 اديشنال ساوند اس 4 وبعد كده اسمع 2 فانكشنال ليفل ريكشنال صح الدكتور اللي نايم ونفس اللي حصل على البلمونري هو هو بس حصل معايا حاجه ثانيه ده انا معايا رايت فنتريك الكبير هلاقي ايفيدنس اوف رايت فنتريكولار انلارجمنت وبروتو دايستوليك جالوب على تريكاسبل ايه وهلاقي فانكشنال تريكاسبل انكومبلنس ايه ده كانك قلت اللوكال بتاع الرايت فنتريكولار ايوه هو اللوكال بتاع الرايت فنتريكولار ثانيه مش بقول لكم الكلام دلوقتي اسهل من اول السنه والله اسهل مش انت عارف يعني رايت فنتريكولار ثانيه وعارف يعني ايه بالمونر هي برتاش خطوهم بجمله مفيده. اخر معلومه بس عايز اكد عليها في الحته دي، بص يا ولاد. مش انا لقيت انا الميرمر ميت دايستوليك وسبريس استوليك اكسنتويشن؟ فلو حصل معاه ستريل هيبقى ستريل برضه ايه؟ نفس الحاجه ميت دايستوليك. بص يا دكتور هو في الكتاب كاتب لك ايه؟ دايستوليك ميرمر سوري دايستوليك ستريل اندد باي بالبابول اس 1. تحس ستريل، ستريل تحت ايدك كده بص ستريل رعشه كده ليه؟ هو في الدايستول صوم بعدين مين؟ تقول لي مش الاس صوم اللي في الاول يا واد ما تلاقي الصوم برضه ها؟ حتى لما تيجي تسمع تسمع ايه؟ ما تجيش تدور على الاس صوم اللي في الاول مين ده؟ مين ده؟ رمل الريور ثم مين؟ يبقى الاس صوم بعديها تقول لي مش الاس صوم اول حاجه يا ابني الميرمر واضح يبقى الميرمر دايستولي يبقى اللي بعديه مين؟ دي واضحه ولا لا؟ سهله يبقى طالما دايستوليك ميرمر يبقى عدى دايستوليك ايه؟ طالما دايستوليك ميرمر دايستوليك ايه؟ حلو الكلام؟ طيب كومبليكيشنز اوف مايترال ستينوزس بالصلاه على النبي كده 13 حلو كده؟ 3 في الصمام و3 في الليفت اتريم و3 في اللنج و3 كومبليكيشنز اوف تريتمنت ورايت فنتريكولار فيلير ثلاثة في الصمام دول ثبتهم في اي صمام. ها ريكرنس اوف روماتيك اكتيفيتي متعلم عليه طالما جاب روماتيك يبقى مره هتجيله تاني ها ريكرنس يحصل افكت الاندوكاردايتس ويحصل سيتيفيش يبقى ريكرنس اوف روماتيك بصوا احفظوا معايا وانبسطوا لما تروح تذاكر انا مش عايز اعطلكم اكتر من كده والله انا يعني مش عايز ابقي واقعد اديكم نصايح بس انا هقول النصيحه دي وخلاص لما تيجوا تذاكروا ابنوا على عندكم مش فاهمين اي حاجه لما تيجي تذاكر ابني على عندك انا قلت انا عم بذاكرهم الاول مره ربنا يسهله انا بتكلم على معظم الناس يعني على البني ادمين حلو كده البني ادم اللي بيذاكر الانسان الطبيعي اللي بيذاكر وبيراجع فانت كومبليكيشن اوف مايند ديزورد غمر عينيه اه في روماتيك كذا 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 هو سمع 9 من 13 بقى عنده كام؟ اه 4 احفظ ال 4 فاهمني ولا لا؟ لكن المصيبه ايه؟ ان انا كل مره بقول نفس التسعه كل مره نفس التسعه هم ما ينفعش ما ينفعش يا ولاد مثلا قول مثلا مش انت يا حسنين مش قلت بني ادمين بص بروكي ركز معايا ركزوا معايا ركزوا معايا انا بقصد ايه؟ انت مسخنه ما تقلوش عليا بطل رخامه يا دروش يا ولا انت كنت انا مش عارف بقول لك ايه بس يا رخامه ليه كده؟ ليه بتطلع على طول؟ ها ليه؟ وداخل على امتحانات لازم اكون راضي عنك دروش انا مش راضي عنك وامتحن يا دروش ماشي بحلف الامتحان يا دروش بص يا دروش عندي 13 كومبليكيشن 3 في الصمام هيحصل روماتيك اكتيفيتي الافكت لاندو كاردايس وكانت بس معلش يعني هو الافكت لاندو كاردايس هنا كتير ولا قليل؟ ها؟ عشان ما هو فايبروز شفتوا الكارديولوجي حلوه وبتاخد على بعضه ازاي؟ ها؟ ما يبقى قليل لان اصلا في فايبروز والبريشر جريدينت قليل ويحصل كالسيفيكيشن ثلاث حاجات في الانترميت
بيعمل بريشر من البلاي ستيشن يقدر يطلع على الوصول جايز والتركية والحوار ده. ولما يكبر يا اولاد الفايبر هنسيب بعضها تبدا تبعش اللي دخلنا فيها تاني. وهذا الانتر فايبريشن يؤدي الى سرام والمولد. ما هو انتر فايبريشن بقى في 30% قاعدين نعمل ايه؟ هناخد بكره انتر فايبريشن. بس في سؤال يا اولاد، هو الانتر فايبريشن مع المايتر ريسبونس ليفت سايد الانتر فايبريشن ولا رايت سايد الانتر فايبريشن؟ الاثنين يا اولاد. بص اف اكس اس 1 طالما حته رايحه عشان تبقى ثاني ايه؟ هو كله هنا مش حاجه اسمها رايت وليفت سايد ايه؟ هو ليفت حاجه واحده وخلاص. طب على مستوى اللنج ريكارد شيت انفكشن قديمه هيموبس ماشي ريرلي طبعا ريرلي لو حصل ريرلي لو حصل بالموندي امبوليد بس في سوري بالموندي قديمه لان المرض هنا كرونيك. بس بصوا الحته دي هو لما يحصل انتر فايبريشن هنا في الناحيتين مش ممكن يكون ركزوا معايا هنا مش هيكون جلطه ولا مش هيكون جلطه تروح نازله هنا بالموندي امبوليد يبقى ليه في ربما يؤدي الى بالموندي ما حدش يقول لي ايه في الليفت سايد ما هو في الليفت سايد يعمل ثرومب امبوليد لكن في الرايت سايد يعمل بالموندي. طيب عندي الرايت فنتريك ما فيش بعد الفشل حاجه الرايت فنتريك ما فيش بعد الفشل حاجه دكتور انت قلت رايت فنتريك مع ان المايترالي في الليفت قولي قديم يا دكتور ما انا عارفينها هو المايترال اصلا مريح الليفت فنتريكل اكتر حد مستكام يسمع المايترال الزود مين؟ ليه؟ لان الدم نازل اصلا مش كده ولا يعني اكتر حد مستريح هو مين؟ مفهوم الحته دي؟ طب بص يا دكتور يعني خلاص كده انا معايا ايه؟ انا معايا رايت فنتريكل فيلير كومبليكيشنز اوف تريتمنت كان عنده يا عيني مايترال الزود راح يوسعوا له الصوام قلبوه راح يعمل عمليه من الجنرال اسيس حصل له كومبليكيشنز او عنده ايه فانا دكتور شرط الغرض عشان عنده ايه تستبريش قديم انتي بودي راح مايل بصبر الكنايت مانج يبقى كومبليكيشنز اوف تريتمنت ها تروماتيك مايتر ريجر كومبليكيشنز اوف جنرال انستيزيا واخيرا كومبليكيشنز اوف انتي كوينا عايز تسميع فوري عايز 13 كومبليكيشن المايتر ريسورس ايه اللي اقصى صح الصمام تروماتيك اكيد يعني وكذلك على مستوى هتتقال مع المايتر ريجيرش مع استبدال كلمة رايت فنتريكولار فيلير بريفير فنتريكولار فيلير يلا حد يقول لي كومبليكيشنز اوف مايتر ريجيرش على الصمام على الليفت على اللون على الليفت فنتريك كومبليكيشن اوف تريت مفيش بقى تروماتيك ريجيرش ما اصلا عنده ريجيرش فاهمني ولا لا؟ طيب نكمل مايتر ريسنوزس هنعمل انفستيجيشن اي سي جي معلش هنعمل اي سي جي حلو هنلاقي الليفت اتريم كبير ثم الرايت فنتريك الليفت اتريم كبير في حاجه اسمها بي مايترال ماشي هنعمل اكس راي وربنا لما لطاته ولا تنزل هلاقي بالمونري كونديشن قول ايوه قول هلاقي اوبليفيشن للويست ايوه مايترلايزيشن وهلاقي كالسيفيكيشن في الصمام وهلاقي اكيوت كارديوفرينيك انجل لا ممكن اكس راي يعني رايت فنتريك رايت ايه هو اللي كبر طيب هنعمل له ايكو حلو الايكو ده يقول لك الاستينوزس ومساحته قد ايه؟ يعني ايه يا اولاد ممكن نشخص حاجه اسمها تايت مايكرو ستروكس تايت يعني اقل من 1 من 1 سكوير سنتيمتر وطبعا الاسطره لو كانت بليه اوبرتيفلي حلو الكلام؟ في كلمتين عايز اقولهم الكلمه الاولى يعني ايه تايت مايكرو ستروكس؟ يا اما تايت كلينيكالي يا اما تايت بي يا اما تايت كلينيكالي يا اما تايت بالايكو بالايكو اقل من 1 سكوير هو نورمال 4 6 يبقى اقل من 1 سكوير سنتيمتر لكن لما اقول لحضراتكم كلمه تايت كلينيكالي بص يا دكتور المرحله الثالثه والرابعه اسمهم تايت والمرحله الثانيه اذا كانت الديسنيا ستيج 3 او 4 مش الديسنيا هي 4 جريدز ستيج 3 او 4 او المرحله الثالثه والرابعه هنا كل دول اسمهم ايه؟ يعني لو جالي حد عنده مايكرو سنودس وعنده ديسنيا ادريسنيا هي ديسنيا ادريسنيا تصنف ايه ثلاثه تصنف ايه اربعه يبقى داخله معانا ولا لا؟ داخله معانا مفهوم ولا لا؟ يبقى احنا كده بنقول ده اسمه تايت مايترال ستينوزس اذا كان هو في المرحله الثالثه والرابعه ستينوزس او كان في المرحله الثانيه مايترال ستينوزس بس الديسنيا بتاعته ستيج 3 و4 فاهمني ولا ايه؟ الحته الثانيه في كلمه اسمها سايلنت مايترال ستينوزس
مايكرا سونز ودوت ميربر. على فكره طول ما مريض المايكرا سونز عنده ميربر انا مبسوط، انا بسمع ميربر وبعدين الدم بيعدي، معناه الدم بيعدي. عارف يعني ايه ميربر اختفى مع مايكرا سونز؟ يعني البريشر في هذا الليفت فنتريك العالي فالدم مش عارف يعدي. تقول لي يعني ليفت فنتريكولار فيلير بس المايكرا سونز ما بيعملش؟ اقول لك ما جاي عنده هايبر تنشن ولا اسكيميا ولا حاجه هي اللي عامله، او يا اولاد او يكون عندي بالمونري هايبر تنشن فالدم مش عارف ايه، مش عارف يعدي، مش عارف ينزل، او يكون عندي سيفير رايت فنتريكولار فيلير فالدم مش عارف يوصل عشان ينزل هنا فالليفر يختفي، او اسوشيتد مع المايترال ستينوزس اي اس دي. هو لما يكون عندي انا مايترال ستينوزس وهنا في فتحه فالدم هياخد الطريق ايه؟ الطريق السالك. فهمت ولا كيف تعالجون مايترال ستينوزس ميديكالي بروبلاكسيس اجينست روماتيك اكتيفيتي وانفكت الاندوكاردايتس؟ طب ده في ايه؟ في ديو اندوكاردايتس هارت فيلير، عليك هارت فيلير ريست وبتاع ده ودايوريتكس والحوار ده. انترفنشن بال نعمل بالون مايترال بالبو بلاستي او سيرجيكال، يا اما نعمل بالبوت ومستعب يا اما احسن حاجه نعمل مايترال بال ريبليسمنت. تشطط ولا ايه؟ نعم هنخلص المايترال ريجيرش وتمشي مايترال ريجيرش على الاقل يخلص ثلاث ايام. لا 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 ما انا يعني انا كمان عندي شغل اصلا مش عندي، ده انا عندي، ده انا على فكره بقى ليا بصمه يعني فزيكم كلنا بصمه. ركزوا بس مايترال ريجيرش ما اسبابه؟ اصل انت مهمه خلاص اصلا مش عايز تخلص مطر انت بص ولا ما حد يقول انا عايز امشي مثلا عاوز اجي يعني هتمشي؟ ما احنا قاعدين كلنا مش حاسين النهارده وده مش هيحصل كتير يعني هو النهارده بس النهارده كان لازم نسيت حد كان لازم نخلص حاجات كتير. بص يا دكتور عشان بس ما نضيعش وقت يلا يلا ما اسباب المايكرو دكاتره ما اسباب المايكرو ريجيرس ايه؟ روماتيك فيفر كونجنتال ممكن فانكشنال ايوه مع الليفت فنتريكولار فيلر وحد يشرحها لي. ما هو انت بتوع عشان تخلص ها؟ مش حصل دايليزيشن فشد على الرينج وسعها. ممكن اشياء اخرى تروماتيك شحالي انفكتد اندوكاردايتس ايوه حصل رابشر. اهو بص يا دكتور مع المايوكارديال انفاركشن ككومبليكيشن حصل رابشر للبابيلاري ماسل. مش دي كلها اسباب؟ وهنزود كلمه وهنقول كلمه اسمها مايترال فالف برولاكس ده ليفت سايد. بص بقى دكتوره شويه عشان اخلص بس من الحته دي بالمره. ده يا ولاد ده الليفت فنتريك بيضرب ببريشر 120 هنا كده في الرينج بتاعت المايترال فالف. الكازو بيجي من تحت لفوق كده ويروح قافل. لما يكون البريشر هنا عالي بصراحه ده ضغط عالي جدا عشان يدفع الدم لكل اجزاء الجسم. فلو كان الضغط عالي قوي المنطق بيقول ان هذا الكازو بيتقلب للناحيه الثانيه بس ده ما بيحصلش. ليه ما بيحصلش؟ عشان ربنا عظيم جدا عملنا ايه؟ بابيلاري ماسل ماسكه هنا صح؟ وبعدين طلع حاجه اسمها كوردا تنين مش كده؟ عشان لما يحصل ان الفالف يتقفل يطلع لغايه هنا بس ويقف. ما يحصلوش برولابس جوه الكتف بتاع مين؟ بعض الناس ربما يكون حاجه هيريديتري حاجه وراثيه او نتيجه ماكسبيرتس ديجنريشن اوف بابيلاري ماسل تبقى الحته دي طويله شويه فيطول يعني لما يجي يقفل يروح داخل ايه؟ لفوق خاصه البوستيرو ليفت تروح عامله برولابس هنا فشويه دم وممكن يحصل برولابس وخلاص ممكن يحصل برولابس وشويه دم يعدوا. لما بيحصل هذا البرولابس وانت بتسمع هذا البرولابس يا ولاد هو الميترويد يقفل امتى؟ سيستولو ولا دايستولو؟ سيستولو. هو جه قفل عمل اس 1 اهو وبعدين عمل لي صوت كليكي كليكي ساوند. ايه الكليكي ساوند ده؟ يقول لك ده الحته البوسيلو بتعمل برولابس تك هي بس اسمها كليك مش ايجكشن كليك. هذا نتيجه الكليك اللي هو اتقلب دخل جوه الكافيتي وبعدين بعديها الدم بدا يدخل بدا يتحرك ويمشي. يعني ممكن اسمع ليت سيستوليك ميرمر نتيجه ان الدم كمان بدا يعدي. يعني كان هذا المايترال فالف برولابس تحول الى مايترال. وعلى فكره في منه بقى ديجريس كتير يعني ممكن يبقى حاجه بسيطه ما تعملش اي ريجرج خالص ممكن تعمل مايتر ريجرج ممكن تقلب تماما وتعمل ريجرج بس الخلل في البوستيريور ليفلت. والمرض ده على فكره بيقول لك يعني يقول لك موجود في 2% من الناس يقول لك موجود في 5% اصلا ما هو في مشكله في خلل في الايكو فايندنج بتاعته. يعني حتى هم بيعملوا ايكو مش متفقين على الكرايتيريا وحديثا طلع في امان من منظمه القلب من بس ده في مصر حاجه مصريه يعني اللي هم عاملين جمعيه كده قال لك لو لقيته حد عنده مايترال فالف برولابس ما تقولوش يعني كانها حاجه اشبه بالايه؟ بالنورمال ما قولوش امتى؟ غير لما تعمل ريجوش غير لما تعمل ريجوش. الهيمو داينامكس هي لو عملت مايترال ريجوش يعني مشكلتي كلها بالمايترال ريجوش بس عندي مشكله ثانيه قدام بقى
انها بتزود الريسك اوف انفكتيف اندوكاردايتس. فده عايز بروفلاكسس يعني بص محكمه جدا في حالات ضد الانفكتيف اندوكاردايتس. دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس دول شكوتهم الاساسيه ممكن اسيمبتوماتيك وبتشكو صدفه او يشتكي من شويه بالبيتيشن. بعضهم بيشتكي بالتيبيكال تشيست بين. والتشيست بين ايه تفسير؟ بص يا دكتور لو انا عندي طلعت فوق شويه مش انا شديت على الكوردا تنجيني والبابيلا لمصر؟ بدل ما البابيلا لمصر كانت مرخيه كده والبلاط بيزل بتاعتها مفتوحه كده انا شديت عليها بقت مطوله كده والبلاط بيزل فيها ضيقت كده بيحصل سترين اسكيميا. سترين اسكيميا او بابيلا لمصر تعمل اتيبيكال تشيست بين. مفهوم ولا لا؟ الناس دول يبقى عندهم انكزايتي. الناس دول اصلا ممكن يقلبوا بعد كده مايك يعني الخطوره كلها مايكرو ريجيز. واذا جالك سؤال في الامتحان مايكرو فالكرو لابس لازم 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 هتتكلم عن مايكرو ريجيز كامل. يلا يا ولاد انفستيجيشن نعمل ايكو بتاع العلاج بتاعنا ري اشورنس ما تخافش حاجه طبيعيه موجوده في كل الناس. انا بتديله بيتا بلوكر بتديله حاجات انكزيوليتك بروفلاكسس اجينست الانفكتيف اندوكاردايتس يعالج كانه مايكرو ريجيز. لو عمل مايكرو انا بتكلم عن انتولوجي اوف مايكرو ريجيز من ضمن الاسباب كلمه اسمها مايكرو بالبرولابس والبرولابس والبوستيريور ليفتس. خلاص هيمو داينامكس اوف مايكرو ريجيز. هيمو داينامكس اوف مايكرو ريجيز. يلا يا ولاد اثناء السيستول ايه يا مايدرالي؟ ما قفلش لما ما قفلش 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 لما هبت في الليفت فنتريك الليفت فنتريك اشتغل الستارلينج لوب فراح ضارب بقوه اصبحت المين سيمتوم هي كلمه اسمها بالبيشن ليتر اون ندخل في الليفت فنتريكولر فيلير وفي مجموعه هتبقى اسيمتوماتيك كلينيكال بيكشر سيمتومز خمس كلمات في قطاع اسيمتوماتيك امتى؟ المايكرو فورم في البدايه في ناس عندها بالبيشن اشمعنى؟ فوليوم اوفرلود مش الدم رجع الليفت اتريوم وجاله دم تاني ونزل هبت الهبده دي تشغل مين؟ يعني فولم فولود يعني الفورس اوف كونتراكشن تبقى يبدا اشعر بضربات قلبه قويه. بس على فكره معاه شويه لو كارديك او على فكره منطقيه. ليه؟ لان الدم جه بدل ما يروح كله في الاورطه في شويه رجع لمين؟ طيب وحاجه ثانيه عنده شويه برمونري كونجيشن. ليه؟ مش في دم عارف في الليفت اتريا فمش عارف ياخد اللي في اللنج كلها. بس البرمونري كونجيشن واللو كارديك او حاجه بسيطه. ليه حاجه بسيطه؟ اصل في الميترال سنوزس كانت الفتحه ضيقه سيستول ودايستول فالدم مش عارف ينزل في المايتر ريليج في الدايستول اللي بيحصل بيطلع قد كده. فاي حاجه متحوشه ببدا ايه؟ فالكونجيشن ايه بقى؟ الحاجه الثانيه الدم اصلا الليف فنتريك كميته ايه؟ كبيره. لما يجي شويه منه يرجع له الليف اتريوم وشويه كتير يمشي في الاورطه فالكارديك اوت معقول مش وحش قوي عشان كده المين سيمتوم هي كلمه يبقى خلاص دي كلينيكال بيشن ده سيمتومز كساينس. لو في برمونري كونجيشن بي بي سي لو في لو كارديك اوت ويك بالس ولو سيستوليك بلاد بريشر. لو دخلنا بقى في جبت الانديكتور بالمونري كونجيشن من النوع الثاني يلا تعالى انسبكشن اوفر عايز اجابات عشان نخلص وتش تشيمبر از ان لارج الكاركتر اوف ايبكس قويه قويه وسريعه ولا قويه وبطيئه؟ سريعه مش حاجه بتضايقها هل قدامها اوبستراكشن فجر بقوه هاي بقى ممكن الاقي ستوريك سريع هنعرف ليه يلا اوسكالتوري فايندنج دي مين كده؟ كارتك سايكل هتكلم على اس 1 ولا اس 2؟ اس 1 يا ولاد اخلصوا اس 1 ولا اس 2؟ عالي ولا واطي؟ واطي لماذا؟ اصلا مش بيقفل هو اصلا هو عارف يقفل مش الصوت ناتج القفل هو مش عارف يقفل هل في اديشنال ساوند؟ اس 3 ايه؟ مش الدم طلع للليفت اتريوم اثناء الدايستول فتح كميه الدم اللي نازله بس 70% يعملوا حاجه اسمها اس 3 مش كده؟ هل في ميرمر؟ اثناء السيستول يقفل منذ البدايه ما قفلش اسمع الميرمر واخد فتره يبقى اسمه بان سيستوليك ميرمر بيكون غالبا صوت في 20% هارش بينسمع على الايبكس وانت عارف ان هو رايح يمين شمال لو كانت الانتيرو ليفلت هي الدم بيبط فيها بيسمع في الاكزيلا لو كانت البوستيرو ليفلت بيسمع في البيز او في الاسترنم لو خبط الدم انا عندي كده انتيرو بوستيرو ليفلت الدم بيرجع بيهبط لما يهبط في الانتيرو سام اي اي انتيرو اكزيلا لو بي بيز حلو كده عشان كده اللي عنده مايترال فالف برولابس مين اللي اتاثر؟ فيسمع للبيز وما يسمعش لمين؟ امتى المايكرو ريجيز ما يروحش للايزيلو؟ لو كانت المشكله في الفسيس وده زي مين؟ مايكرو فالكرو لابس. اي مايكرو ازوده ازاي؟ حاجتين ها ليه فتره بوزيشن واحد؟ طيب يا اولاد بما ان عندي سيستوليك ميربر ربما يكون جامد كمان
مش ممكن احس ستريل. يبقى لو حاسس ستريل على الانسان لازم يكون ايه سيستول، مش المايتا سيستول، دايستول نورمال، دايستول اكثر هنا سيستول غير نورمال سيستول ستريل. كومبليكيشنز خلاص، انفستيجيشنز تريتمنت. لا ما تقولش بقى اوعى تقول لي انترفنشن، اوعى تقول لي انا اتوسع ايه هو واسع، هتقول لي اجل الوقت نضيقه او نعمل طبعا بقى الريسك بتاع ماشي.